تعالوا نروح لخبر بقى حلو جدا وناس كتيره كانت بتتكلم عنه تحديدا امبارح. ليونيل ميسي وصل لهدفه رقم 17 ازاي؟ الراجل لسه بيشق طريقه وان شاء الله ربنا هيكرمه لانه يجي ان شاء الله يوصل لل 18 700 معلش انت عارف الصبح دايما بيبقى فيه حاجات زي كده. ده في مسيرته ده رقم طبعا ده بقى في مسيرته بقى مع الانديه كلها. كريم انت بتتكلم هنا خليني اعد لحضراتكم، هو المفروض 700 هدف خلال مسيرته كلها مع الانديه، بواقع كام؟ تعالوا نتكلم بلغه ارقام شويه، 672 هدف مع برشلونه لوحده، 672، 28 هدف مع باريس سان جيرمان، واهداف ميسي ال 17 مع الانديه كانت بواقع 474 هدف بنتكلم في الليغا، و129 هدف في دوري ابطال اوروبا، و56 هدف في كاس في كاس ملك اسبانيا، و118 هدف في الدوري الفرنسي، 14 في الدوري الاسباني، 5 في كاس العالم للانديه، 3 في السوبر الاوروبي، وهدف واحد في كاس الرابطه الفرنسي. رقم كبير، رقم ضخم، اكيد بيعبر عن نجم او بطل يعني كبير زي ميسي. فامبارح كانت ناس كتير، ناس بتحب ميسي يعني، كانت ناس كتير مشيره الموضوع ده بيباركوا له، لان برضو ده زي ما بيتقال مش تاريخ، ده رقم قياسي او رقم جديد بيكتب في تاريخ يعني بعض اللعيبه بتوع كره القدم العالميه اللي زي ميسي وكريستيانو او غيره. لا رقم طبعا يعني مش 700، فاهم يعني ايه 700 يعني؟ طبعا لا احنا بنتكلم على لاعب استثنائي في الاول وفي طبعًا الاخر، احنا بنتكلم على ايقونه لكره القدم، بنتكلم على واحد عنده قدره جذب وجلب متابعه بالمليارات من البشر حول العالم، لان احنا بنتكلم تاني على حد استثنائي على